نحن نوجه رسائل للفريق البركاني. أولا الرسالة الأولى أننا نتقدم له بالشكر الجزيل على أنه وصل إلى النهاية وأدخل الفرحة على جميع المغاربة. وثانيا هذا الفريق الذي يعني يتبنى ثقافة انتصارات ويعرف جيدا كيف ينتصر. الرسالة الثانية أن تكون مقابلة لكرة القدم وليست لشيء آخر، لأن مقابلة تجمع بين فريقين كبيرين في أفريقيا، الزمالك بتاريخه العريق وبركان بطموحها الكبير جدا. جمهور الزمالك يرحب بالجمهور المغربي، والجمهور المغربي الذي رافق نهضة بركان هو جمهور كبير، حتى تفاجأنا من عدد الجماهير التي حجت إلى القاهرة لمساندة فريق النهضة البركانية. ونحن نتمنى أن تكون المقابلة مقابلة ودية أكثر منها مقابلة تنافسية. الكل الذي سيلعب جيدا هو الذي سيفوز، والذي سينتصر في الأخير هو الروح الرياضية واللعب النظيف والمستعد أكثر، والذي سيفوز على رقعة الملعب. لن يضيرنا أن ينتصر نهضة بركان أو الزمالك، الأفضل هو الذي سيفوز، ومن سيفوز سنهنئه، والذي لم يفوز سنطلب منه أن يستعد للقادم من المنافسات الأخرى. فالروح الرياضية يجب أن تسود، وأن نبتعد عن التشنج، وأن نبتعد على غير الروح الرياضية. نحن كان استعدادنا كبيرا منذ أن علمنا أن نهضة بركان ستقابل الزمالك، وكان استعداد كبير للسفارة حينما فتحت الطريق أمام الجمهور الزمالك لكي يسافر إلى المغرب، وساعدنا كذلك في منح التأشيرات بشكل انسيابي وشكل يعني سريع جدا، وكذلك في الرجوع إلى في مقابلة العودة كان استعدت السفارة استعداد كبير جدا، وكان حضور مكثف لأعضاء السفارة المغربية في المطار. لم نترك أي صغيرة أو كبيرة إلا والفريق استعد لها استعداد كبير، وكان الاستقبال جيد ومر في ظروف صحية وظروف ملائمة. والآن بعد ذلك قررنا أو طلبنا من الفريق في السفارة أن يكون هناك نوع من المداومة على الحضور ليل نهار طيلة الأيام التي يوجد فيها الفريق في الفندق، تحسبا أي شيء أو أي طارئ أن يجدوا مخاطبا من السفارة المغربية متواجدا معهم طيلة 24 ساعة. وهذا ليس شيء يعني فقط غريب، ولكن هو واجب يقوم به الدبلوماسي حينما يحل فريق من طينة النهضة البركانية أو غيره، أنه يتم تأطيره ومساعدته ومواكبة حضوره بما يستحق من العناية والرعاية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.